لعبة كمال الأجسام لعبة حلوة كتير ومنحبها وممكن نكون مدمنين عليها، ولكن بصراحة ممكن أحيانا تكون مكلفة، فهل يا ترى في حل لهالشي؟ خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. محمد مناف The 5O Coach. فيديو اليوم هو عبارة عن إجابة عن تساؤل أحد الأصدقاء في فقرة أسئلة المتابعين. إذا أنت متابع جديد للقناة بتمنى منك أنك تشترك وتفعل زر الجرس. أسئلة المتابعين هي عبارة عن فقرة باخد فيها سؤال، بحاول اختار سؤال يفيد الكل، يكون بشكل عام، يعني مشكلة بتصير بشكل متكرر، تمام؟ ففيديو اليوم هو عبارة عن إجابة عن تساؤل أحد الأصدقاء، كان عم يسأل على موضوع التكلفة في لعبة بودي بيلدينج كمال أجسام. مثل ما بنعرف اللعبة نحن مدمنين عليها، لعبة حلوة كتير، بتلاقي فرق بجسمك، يعني بتعطيك حافز رائع وقت اللي أنت عم تلاقي فرق إنه جسمك عم يتغير، عم تعمل نتيجة هالساعة ساعة ونص في النادي، يعني ممكن تكون فعلا إدمان لألك، تمام؟ ولكن بنفس الوقت منلاقي مشكلة المصروف. طيب هلأ الأخ عم يحكي على ثلاث مواضيع أساسية اللي هي مصروف المكملات الغذائية ومصروف الطعام الأكل الدايت اللي المفروض أنك تمشي عليه ومصروف النادي اشتراك النادي وإلى آخره. طيب خلونا نحكي بهدول واحدة واحدة، خلونا نبدأ بالأهم اللي أنا بشوفه مصدر يعني مصروف كبير عادة بالنسبة لبعض الناس اللي هو موضوع المكملات الغذائية. يا جماعة المكملات الغذائية البعض عم يصرف مصاري كتير عليها وهو ممكن يعني يستبدله بالطعام. اللي شائع جدا انه بتلاقي اول ما الواحد راح يسجل بالنادي رأسا راح اشترى له علبة بروتين، علبة كربوهيدراتس، علبة مدري شو، بري ورك اوت، بوست ورك اوت، وصار ياخذ له 6-7 مكملات غذائية انت مانك محتاجهم اساسا. انا بنصحك خصوصي انتو كمبتدئين يا جماعة، الناس اللي مبتدئين أو الناس اللي متقدمين حتى باللعبة بس عم يقدروا يوصلوا لاحتياجهم اليومي من المكملات الغذائية، من العناصر الغذائية. يعني أنت عندك كمية كربوهيدرات معينة وكمية بروتين معينة وكمية دهون معينة، لو عم تقدر توصل لهالعناصر الغذائية هي عن طريق الطعام فأنت بتكون وفرت عليك مبلغ محترم، يعني أحيانا بيوصل ل $150 بس عبارة عن مكملات غذائية عم تشتريها بتكفيك 3 أسابيع أو 4 أسابيع. فأنت ليش ما تحاول توصل لاحتياجك اليومي من البروتين والكربوهيدرات والدهون عن طريق الطعام؟ بيكون أرخص لك بكتير. فإذا هي هي النصيحة الأولى يلي بشوف إنه جزء كبير من المصروف عم يروح عليها وهي المكملات الغذائية. طيب الموضوع الثاني اللي هو موضوع الأكل. صار معي شغلة مبارحة، أول مبارح عم بشتغل عندي بالحديقة على البيت، أوكي، وكل ما أجيب شركة مشان يشوفوا الحديقة يعطوني كوتيشن، يعطوني تسعيرة، يعني تقريبا على الدولار يطلع بحدود الـ 1200 للـ 1500 دولار فرق من شركة للتانية، أوكي. رحت على شيء هون بدبي اسمه السوق الصيني دراغون مارت، أوكي، يلي كنت بدي أدفع 1500 دولار لإله لأجرته، حصلته والله العظيم بحدود الـ 350 دولار. الفكرة اللي بدي أحكي لكم إياها يا جماعة إنه دائما حاولوا تروحوا على المصدر. أنت كلاعب حديد أنت عندك الأكل شيء أساسي، لا ما بتقدر تستغني عنه، فدائما روح على محلات الجملة، على السوبر ماركت اللي بتلاقي عنده أسعار منافسة، على محلات الجملة، محل ما السوبر ماركت بيشتري، ما عندهم مشكلة إنك إنه يبيعوك، أنت رح تشتري أكلك لأسبوع ولا لعشرة أيام ولا لأسبوعين أحيانا، فأنت وقت اللي تروح أكيد رح توفر كتير مصاري بدل ما إنك تروح تشتريها من السوبر ماركت، تمام؟ هاي النصيحة الثانية بالنسبة لموضوع التغذية، الأكل. النصيحة الثالثة اللي بالنسبة لموضوع النادي بصراحة هو كلام يعني جدا شو بدي أقول لك obvious، يعني كتير واضح، ما أنه سر، يعني يلي بقدر أقول لك إياه أنه روح على أرخص نادي ممكن تلاقي فيه الأجهزة يلي تخدمك. أنا مالي من الناس اللي بقدر أقول لك أنه لا تمارين البيت رح تفيدك نفس الشيء، بعض الناس بحترمهم وبعزهم بس ما بخالفهم الرأي، بيقول لك أنه لا أنت ممكن بالبيت تعمل نتيجة روعة، واو. أنا ما بشوف هالأمر صحيح، أنا بشوف أنه أنت وقت اللي تكون جدي في التمرين أنا بشوف والله أعلم أنه النتيجة اللي رح تحصلها في البيت ما رح تكون نفس النتيجة اللي رح تحصلها في النادي. فلذلك أنا بشوف المصروف تبع اشتراك النادي مصروف أساسي لابد منه، ولكن بدل ما تروح على نادي كتير فخم وكتير يعني واو، روح على نادي شوي أقل واو ولكن يكون فيه الأجهزة يلي تخدمك، تمام يا جماعة؟ هاي نصيحة يعني مريت فيها كتير أنا بأوقات ماضية وحاولت أوفر بالمصروف من هون ومن هون ومن هون لبين ما أقدر يعني أقدر يصير عندي مصادر تانية للدخل لحتى أقدر أصرف على المكملات وغيره، تمام؟ ف
فالموضوع يمكن يكون واضح جدا بسيط جدا، بس هي عبارة عن شوية نصايح حبيت شارككم فيها. مشكورين على المتابعة وبالتوفيق.